لو سمحت انا مش شحات، انا بس عايز اتجوز وابو العروسه مش موافق بيه. ليه كده؟ بسبب ايه؟ اصل انا رحت قعدت معاهم فكرتهم مش بياخدوا بالمظاهر، بس طلعوا بياخدوا بالمظاهر. انا قلت لازم نروح لحد مش بياخد بالمظاهر زيك كده يساعدني. مش انت برضو مش بتاخد بالمظاهر ولا ايه؟ ايوه انت عايز ايه مني برضو؟ بص حضرتك انا رحت اتقدم لهم بس لقوا دراعي مش ظاهر. هم مين دول؟ ابوها عبد الظاهر. انت ظاهر كده مش مركز معايا. ايوه يعني انت عايز ايه مني برضو دلوقتي؟ انا انت شايف عندي درع شمال محتاج بس درع يمين. ممكن تديني درعك اتجوز بيه وارجعه لك تاني؟ بس خلاص تعبت عليا، خد فك بيه زنقتك بقى وبرجعه لي تاني. الله يسترك، الله يحنن عليك يا شيخ، الله يا رب ما يوقعك في دقيقه ابدا. الله يحنن عليك، الله يكرمك يا ابني، الله يرزقك، الله يسترك، الله يا رب ما يوقعك في دقيقه ابدا. الله الله يا ايه ده؟ انت بتاخدني على غفله؟ طيب انا هوريك، انا هوريك ازاي تاخدني على غفله. ادي القميص اهو، تعالى بقى. انت بتعمل ايه؟ الحقنا عباره الدرع هيموتني. بقول لكم ايه، فكوكوا من التعب ده وتعالوا نلعب كيلو باميه، قول لي يكسب ياخد الدرع. وافق بس حد يفكني. فكوا يا حموده. اهو بتعلي عليا. بقول لكم ايه، حادي بادي كرنب زبادي شاله وحطه كله على دي. ايه ده؟ في سيدي محمد البغ بغدادي. انت بتقول ايه يا ككوت؟ هات البيضه مش صندوق اللي تاكلها الا تموت. بصوا انا اللي هاخد الدرع.